عايشة لوحدها وأرملة. أرملة؟ آه أرملة يا عيني. أرملة ولابسة فستان أسود، فستان قصير ورجليك طالعة زي البنور. عملتوا كده رجالة تموت تحلو وترمرموا بعد كده. ها؟ أنت بني آدم قليل الأدب. أنا برضو بني آدم. أنا بني آدم برضو. هي بني آدم دي اللي ضايقتك قوي وقليل الأدب ما ضايقتكش؟ طب اديني فلوس وأنا حبيبي. طب وديني ما نوديك أي حاجة، إيه رأيك بقى؟ وهتخرج من هنا ورجلك فوق رقبتك. إنك أنت اتكفرت بيا؟ لا، هوريك الوش التاني. يلا يلا اطلع بره. أنا قاعد في بيتي، أنا ليا نص البيت ده. أنا مش حاجة. أنت بتضربني يا حيوان؟ لا عشت ولا كنت. شوية ورق عنب بالعكاوي بقى يا باشا يستاهلوا بقك. لطفي لطفي الطاره الشريفه استهانم. ها لطفي دي زي القطه المغمضه يا لطفي، دي ست منحله ما كلفوش نفسهم حتى يقفلوا باب عليهم. معقوله موجه تعمل كده؟ ومين الراجل ده؟ انا بقى متاكده ان مفيش اي راجل في حياتها. وانا زي العبيط لهبل واخد لها ورد وداخل عليها لقيها بنت. لا ارجوك ما تقولهاش بليز، ما تخليش الشك يدخل جواك. شك؟ شك ايه يا مدام؟ ده احنا الاثنين دخلنا عليهم ولقيناهم مقطعين بعضه. ما تقولهاش بليز يا لطفي، ما تقولهاش. ده هي تحت وهو فوق يا هانم، هي تحت وهو فوق.